بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوي المشاهدين، خوتي البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات أم ياسين شاروت. اليوم ما بغيت نشارك معكم الطريقة كيفاش غنصايب لاطارت ديالنا ديال العجينة السكرية اللي غنقدم لكم على شكل دريساج ولا المونتاج. ما غن دير لكم شي بزاف ديال الوقت. كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه وتشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد. بقاو معنا تشوفوا الطريقه والمقادير. بسم الله على بركة الله. انا هنايا عدلت جوج ديال الجينوازات، وحده فيها الشوكولات وحده فيها اللوز. وقطعتهم هذا الاطار هذا اللي كيزيد وكينقص، قطعتهم هذا القياس. وكنعمل الجينوازه الاولى كنسقيها بالسيرو القهوه، وكنعمل عليها كريمه زبده مخلطه مع الكريم فريش، وكندير عليها اللوز، كنحط عليها اللوز كامله كنمشي عليها الطبقه الاولى. طبعا عمل الطبقه الثانيه كنجيب لا جينوازه ديالنا كنسقيها بالسيرو اللي مخلط بالقهوه سريعه الذوبان، وكنسقيها من جوج جهات من تحت ومن الفوق، وكنحطو كنعمل عليها كريمه الزبده اللي مخلطه بالكريم فريش، وكنعمل عليها اللوز مهرمش نفس الطريقه كنعمل حتى كنسالي الطبقات ديالنا كاملين. وكنعملها في تلكه الكلاصه شويه كتشد راسها، كنجيبها وكنزول هذا الاطار وغنغلفها كامله بلا كريم فريش بالطريقه هذه. كندهنها مزيان، كنمشي عليها لا كريم كامله في الوسط ومع الجناب كامله، كنمشي عليها كريمه وكنحيدها تبرد في الثلاجه. في هذه الاثناء كنجيب اصعب مرحله عندنا في هذه لاطارت كلاص. لاطارت ديال العجينه السكريه، هي العجينه السكريه خص دائما تكون عندك محيده مزيان في شي بواطه وفي شي مجار، يعني ما تعملهاش في الثلاجه. كنحاولوا نرخيوها مزيان، خدموها باليدين ديالنا مزيان كنرخيوها، عاد كنعملوها من فوق الكاغيط ديال الطهي، ونعملو عليها واحد كاغيط اخر ديال الطهي، وكنطلقوها بالمدلك حتى كنسرحوها مزيان. كنسرحوها كنديروها الحجم ديالها اكثر من لاطارت. كنجبدو الطارطه ديالنا من الثلاجه وكنزيدو لها الطبقه الثانيه ديال الكريمه. كنعملنا لها وحده عملناها في النبيره بردات في الثلاجه، دابا زدنا للثانيه. وكنجيبو العجينة السكرية اللي غنغلفو بها لاطارت ديالنا، دائما خص تكون القياس ديالها اكثر من لاطارت. كنعبرو لاطارت شحال فيها وكنزيدو الزيادة اللي غيخرج مع الجناب. كنطلقوها مزيان كنسرحوها، نحاولو نمشيوها شوية مع الجناب بلا ما تقطع. هذا الشكل كنجيبو الطارت ديالنا وكنغلفوها بالعجينه السكريه بحال هذا الشكل هيدا. يعني ملي نحطو عليها العجينه ما خصناش نحركوها، الا حركنا العجينه السكريه غتقطع علينا، خصنا نثبتوها مزيان كيفاش غتجي، وكنحطوها عليها من الفوق بلا ما نحركوها. كنعتذر للاخوه المشاهدين اللي قربت الكاميرا بزاف ما رديت لاش البال، يعني ما بنتش طاحت من البعيد باش تشوفوا مزيان كيفاش صايبتها، ولكن ان شاء الله مره تانية غنصايب لكم وحده، غنحاول نقرب لكم تشوفوا جميع المراحل. كنحاولوا نثبتوها بهذا
دابا كنحيدو البابيي ديال الطهي، كما كتشوفوا ملصق فيها ما والو، ونحاولوا نصيبوها مع الجناب مزيان، كنقادوها كامله مع الاطراف. من بعد كنحيدو الزوائد ديال العجينه السكريه اللي كنشيطو، كنحيدوه. كنقادوها مزيان، دابا كنجيبو داك الطروفه اللي شطونا ديال العجينه السكريه البيضاء، وكنجيبو واحد طرف اخر ديال العجينه السكريه في الغوص اللي ضفنا له اللون الغوزي الوردي، كنطلقوهم ونلفوهم مع بعضياتهم وكندوروه عليها من تحت بهذه الطريقه. كنلفوهم بجوج بيهم مع بعضياتهم وكندوروها كامله. دابا كنجيو نعدلو الجينوازه، كنعدلو الطبقه الثانيه، كنديرو نفس الشكل، كنجيبو الجينوازه كنسقيوها بالسيرو ديال القهوه، وكنديرو لا كريم فريش بحال هاد الطريقه هادي، وكنديرو وحده فوق وحده، حتى كنساليو الطبقات كاملين ثلاثه بيهم، كندهنوها كامله بالكريمه. كاملة ندويو عليها الكريمة، كاملة ندلفوها عليها ولا ندهنوها بها، كنعمروها مزيان بالكريم، وكنديروها تبرد في الثلاجة. ملي كتبردنا في الثلاجة حنا وحنا غنطلقو العجينة السكرية ديالنا اللي غنغلفو بها هاد لاطارت ديالنا. حاولوا دائما تطلقوا العجينة تكون كتر من لاطارت، كتعبرها وكتعمل الزوائد اللي غيخرجوا مع الجناب. بعد ما طلقنا العجينه ديالنا كنجيبوا لا طارت، كنجبدوها من الثلاجه وكنزيدوا ليها الطبقه الثانيه ديال لا كريم نفس الطريقه. ودابا غنغلفوها، كتشوفوا بحال هايده، كنغلفوها وكنحاولوا نضغطوا عليها مع الجناب، كنخليو شي الهواء يدخل فيها في الوسط داخل، كنحاولو نتكيو عليها مع الجناب باش كنتبتو العجينة السكرية من فوق لاطارت، باش كتشبرنا مزيان. كنطلقوها مزيان باش كتشبرني لا الشكل ديالها كتشبر مزيان. بعد كنجيبو السكين وكنحيدو الزوائد ديال العجينة، كنجيو لداك الطبقه الاولى اللي عملنا، كنعملو فيها لي كوردون باش غنحطو عليها يخرى باش غتشبر لينا، باش نحطو عليها الطبقه الثانيه. حاولوا نثبتو فيها لي كوردون بحال هذا الشكل، وكنحطو عليهم الكريمه.
غنحطو عليهم كريمه بحال هايده باش ملي نحطو عليها الطبقه الثانيه تشبر لينا. غنزيد واحد شويه ديال الكريم كنجيبو لاطاق ديالنا وكنحطوها عليها وكنضغطو عليها بهاد الآلة هادي دابا غندوزو نديرو الوريضات اللي غنزوقو بيها لاطاق ديالنا. كنقطعوهم دوائر بحال هاد الشكل كنفرشو لهم واحد بابي ديال الطهي باش نحطو عليهم واحد بابي اخر عفوا وكنجيبو هاد القالب هذا وكنضغطو عليها من الفوق غير واحد الجهة اللي كنضغطو عليها بحال هاد الشكل هيدا وكنجيبوها وكنلويوها بحال هاد الشكل باش نشكلو الوردة. كنخليوها مفتوحة وكندخلو فيها الورقاية اخرى ديال الوردة بحال هاد الشكل هيدا كنضغطو عليها على الجناب. قبل ما كنشدو الورقة كنخشيو فيها كندخلو واحد الورقة التالتة بحال هيدا كتبقى ليكم الوردة الا بغيتوها تكون كبيرة كنديرو بزاف الوريقات، بغيتي الوردة صغيرة كتعمل وريقات قلالين قداش ما بغيتي تكون الوردة كبيرة كتزيد الوريقات. بهذه الطريقة هذه كنضغطو عليها من الفوق بحال هيدا يعني سهلة شي حاجة صعيبة. كنحيدو للزوائد ديال الوردة من تحت كنحيدو الزائد ديال العجينة وكنحطوها بحال هيدا
وكنبقاو نشكلوا الوريدات شحال ما بغينا من الشكلات شحال بغينا من الالوان، كنعملوهم بنفس الطريقه وكنعاودو كنديروهم. بغيتي ديريها كبيره كدير بزاف الوريقات، بغيتيها صغيره بحال هذا الشكل هيدا كتعمليها صغيره، وكتزوق شحال ما بغيتي ديري الوريدات، بغيتي تعمريها بغيتي تعمليها خفيفه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه المبسطه وتقبلوا علينا على هذه الطريقه. ان شاء الله في فرصه مقبله نعملو احسن من هادو. كنتمنى تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء وتشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد وتعم الفائده. شكرا والى الفرصه المقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.